تحية طيبة لكم زملائي في الاستوديو، وكل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك عليكم. اليوم متواجدين في حديقة الشهيد أحمد نوفل، هذه الحديقة التي تقع وسط مدينة الناصرية، وكذلك يتواجد بازار عائلي دعم العوائل المتعففة والمشاريع الصغيرة. ينضم معي أحد الفنانين المتواجدين في هذا البازار. السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم عليكم وعلى مشاهديكم. أجواء شهر رمضان بمحافظة ديقار وبمدينة الناصرية بشكل خاص، شلون تشوفوا هكذا تغيير صار؟ يعني هي أجواء رمضان لا تختلف يعني عن محافظة ديقار، عن أي محافظة عراقية، هي الخروج بعد الإفطار للأماكن العامة. وخير مثال اليوم حديقة الشهيد أحمد نوفل، يوجد فيها بازار والعديد من العوائل والأطفال. هي هاي عادات العوائل العراقية على مر السنين، يعني شوي المواطن الديقار بدأ يحس بالأمان، بدأ يخرج، بدأ يعبر عن ما يريد، يعني خصوصا هيك اماكن نحتاج بكثره بمحافظتنا. اليوم اهالي الناصريه محافظين على تقاليد شهر رمضان، تراث شهر رمضان. اكيد بالتاكيد، يعني تعرف هذه المدينه هي مدينه محافظه الى حد كبير، ومهما قلنا عنها فهي مدينه حاضره بعطائها، بجمالها، بروحها، بكرمها، بكرم اهلها، تبقى راسخه هذه التقاليد الى حد كبير. وسر بقائنا، سر ديمومتنا، اننا ما زلنا محافظين يعني كعراقيين نعيش في هذا في هذه المدينه في جنوب العراق وفق هذه التقاليد الجميله التي نحتفظ بها كثيرا. يعني كذلك ينضم معي الاخ علي صاحب هذا البازار. اهلا وسهلا عليكم. السلام، بدايه السلام عليكم للشاشه، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الشعب العراقي عموما. اليوم احنا متواجدين بحديقة أحمد نوفل، أقمنا بزار قامت مكتبة رازونة. البزار هذا يدعم المشاريع الصغيرة والمواهب بالناصرية، الهدف من عنده لترويج منتجاتهم وأيضا إلغاء بسيط للبطالة. طيب يعني أجواء شهر رمضان شوفوا أكو تغيير بيها في السابق وفي الوقت الحالي؟ لا زالت طبعا مدينة الناصرية متمسكة بتراثها وموروثها الرمضاني، من مثال على ذلك المسحرتشي، الأجواء مال الخروج بعد الإفطار، أجواء السحور، لا زالت الناصرية متمسكة بموروثها اللي صار لأكثر من 200 أو 300 سنة. يعني أجواء جميلة تشهدها محافظة ذيقار، ليست فقط في هذه الحديقة لكن في كل مكان في محافظة ذيقار.